الحديث الأول راح يكون حول نشاط جمعية ومن أحياها اللي أطلقت مؤتمر خاص لدعم اليتامى في المجتمع العربي. خلونا نرحب بفرات عبد الخالق ورؤوفة أبو نصرة، أهلا وسهلا فيكم. بالبداية فرات، خبرينا عن هاي الفكرة، من وين أجت؟ حبيبتي أهلا فيك ديالا، شكرا على الاستضافة الجميلة. جمعية ومن أحياها قامت تحت جهود بنات، مبادرة شخصية فردية، قرروا أنهم يزوروا دار أيتام، ومن هذاك الخير استمرنا لحتى نكفل هدول الأطفال ونوصل ل 450 طفل يتيم موجود بالوسط العربي بالمجتمع العربي. بلشت يعني من قضية تليفون إذا أنا متذكر، فقط لا غير بشكل عفوي جدا، رايحين تزوروا دار أيتام بدون أي إطار. أبدا كان في طفل تاني اللي سبب الكم 100%. طلعنا هيك زيارة لطيفة لدار الأيتام، وكان في عندي طفل كافلته اسمه سلطان، وفيه بلشت الجمعية. كان عيد ميلاده ورحنا وحاملين له هيك هدية خاصة فيه لأنه إحنا كافلينه، وحرفيا ما كناش نعرف إنه هالخير رح يقودنا لهون. جمعوا حوالينا الأطفال وصاروا يحكوا إنه يا ريت لو إحنا هذا الطفل سلطان اللي أنتوا كافلينه. وحكيت للبنت اللي كانت حدي، حكيت لها أنا برجع إن الله راد المرة الجاي وبيكون معي هدايا وألعاب وتليفونات لكل ميتم. حرفيا هذا اللي جميل جدا. رؤوفي، وين تنضميتي لهذا المشروع؟ انضميت لجمعية ومن أحياها ب 13/9 اللي هي عن طريق صديقة لإلي. حبيت أنضم لأسباب معينة، وأهم هي الأسباب إنه هي الجودة. مبدأ الجمعية ماشية وحتى تنفقوا مما تحبون، يعني شو أنت بتجيب لإلك حرفيا بتجيب للأطفال الأيتام، مش عشانه طفل يتيم بين قوس منجيب له أي إشي شو ما كان، لا، من أجود الأنواع، أجود ما يكون، أجود البرامج، حرفيا كل شيء تمام. بخلال هاي الشهور من النشاط في الجمعية، شو المختلف بومن أحياها عن تجارب أخرى تطوعية؟ مبدئيا الإشي مش إنه بس بدنا نعمل المشروع وخلص ونروح، لا، منكون مهتمين إنه يطلع أحسن إشي، منكون مهتمين على ضحكة الأطفال. مبدئيا أنا بحتاج الطفل أكتر من هو بحتاجني. أنا جمعي غيرت فيه كرؤوف كتير لقدام، من طاقة، من إيجابيات، من مفهوم حياة، وكتير شغلات جميل. مؤخرا كان عندكم انطلاقة اللي هي نقدر نحكي السنوية تبعت الجمعية، كان عندكم مؤتمر، احكوا لنا أكثر عن هذا المؤتمر. فرات، احكي لنا تفاصيل هذا المؤتمر، ايش كان؟ المؤتمر كان احتفالا بمرور عام كامل على الجهود الخيرية اللي صارت وتوثيقنا قانونيا، توثقنا ب 27/3 وقررنا انه نعمل اشي يكلل كل هاي الجهود اللي صارت. طبعا مثل ما حكينا احنا مشينا بالتدريج، كلنا ايتام، وصلنا المخيمات، عنا عائلات مستورة كافلينها كمان بالداخل بالوسط العربي، كتير حملات عملناها، فحبينا انه نكلل كل هاي الجهود، ندعي داعمينا، الناس اللي بتدعمنا، الناس اللي بتحبنا، اللي امنت فينا حتى تيجي وتشوف الخير اللي قدمت وين راح شو عملوا فيه. والحمد لله كان مؤتمر ولا أروع عن هيك، اللي قدموه وقاموا عليه هن متطوعات بحت، ولا أي جهة كانت وراء المؤتمر، إنما بنات، نحكي لك من 18 لـ 25 سنة. جميل. فكان رائع وناجح وسطر نجاح أنا شخصيا بسطت فيه. رح نرجع نحكي شوي معك أكثر على المضامين اللي مركتوها وعلى كيف بتلخصوا السنة، ولكن بدي أروح شوي لعند رؤوفي ونحكي على التطوع. هو شيء جميل وقيمة مهمة وكثر بحبوها وبحبوا يتبنوها وتكمل بحياتهم. برأيك وبتجربتك، شو اللي بيخلي البني آدم يكمل متطوع، يعني ما يمل بالنص، ما ينشغل بأمور عملية أخرى بالطريق؟ قبل كل إشي، لما أنت بتكون بالجمعية نفسيا المفروض تكون مرتاح. لما الجمعية بتصير إشي روتين بحياتك، خلاص بتصير تروح وانت حابب تتطوع، مش بس شوفوني يا ناس عم بتطوع، لا، بدي اروح، بدي اعطي، بعد في خير بالحياه، بدي اشوف وين في نقص عشان انه اقدر اكمل بهذا الاشي. جميل جميل جدا. نرجع لك لفقرات المؤتمر، اذا ما نقول شو ابرز ما فعلته وحققته بهالجمعيه خلال العام الاول؟ صراحه خلنا نحكي انه احنا بدايتنا والاشي الاساسي اللي تمحورنا حواليه هو رعايه الايتام، بس بما انه الخير فيش له حدود وفيش له ما بميز بين طفل كبير صغير، الفقد هو فقد بكل الأحوال، فقد أم، فقد أبو، ممكن فقد بيت كمان لا يقل أهمية عن هاي التفاصيل. أبرز إشي برز جدا وبشكل واضح وجلي هي حملة متضرري الزلزال. بعد ما صار الزلزال وكلاتنا تأثرنا فيه، حملنا عدتنا وعتادنا وانطلقنا إحنا كمتطوعين من الجمعية بالتعاون مع جمعيات أخرى موجودة على الحدود السورية التركية، وطلعنا لأراضي تركيا وقدمنا مساعدات رائعة جبارة نسبة لفرق صغيرة. يعني كان المهم معناته نوقف شوي أكثر عند هاي النقطة. شو كانت التجربة غاد؟
صراحة بعرفش قديش الحكي ممكن يوصف، لأنه أنا حرفياً بعد ما رجعت أخذ لي ما يقارب الأسبوعين أكثر شوي صغيرة بإنعزال تام. رجعنا ببساطة بتقدير للمخدة اللي عنا، بتقدير للقميص اللي منلبسه، شفنا أشياء مصايب عن جد تتوقعوها، شفنا أطفال صغيرة طالعة تحت الأنقاض، طفل بيحكوا لك هذا خلق بعد اسفه قبل وقوع الزلزال بيومين، وكيف طلوه وكيف هو جبار وكيف هو بطل. تطلع تشوفي تجلي الحياه وقوه الطفل بعيونه، شو طفل رضيع بالاخر. تسمع المآسي، تشوف البنت الصغيره اللي عم تحكي لك هذا اخوك، انا كان معي اخوي بحمله متضرر الزلزال ويحكوا لي هذا اخوك، احنا فاقدين اخونا يعني والشيء جديد، او يحكوا لي طلع شايفه هذا البيت هذا بيتنا وانا مش شايفه ولا شيء، ركام حرفيا بس حجاره هيك مصفطه فوق بعضها ويحكوا لي هذا بيتنا، واحاول قدر المستطاع انه امسك حالي. بالنهايه احنا جهه مساعده ورايحه تساعد وتقدم خدمات، صدقوا هني كانوا يقدموا لنا مساعدات ويحكوا لنا لا بهمش اي شيء من ربنا، احنا رضيانين، طلعنا احنا اللي بحاجه لمواساه مش هني. فاحنا رجعنا بتغيير جذري عن جد انا وكل الفريق، وكان تسليط الضوء بالمؤتمر عليه بشكل جدا كبير، لانه الخير اللي اخذناه معنا واللي حملناه والمساعدات اللي قدمناها ما كانتش عاديه، وانتبهنا لادق التفاصيل. كانت زيارتنا اكثر محبه، وهي هاي اللي قامت عليها الجمعيه، بانه احنا نروح نوصل مشاعرنا، نوصل شو احنا حاسين، تعاطفنا الكامل، لانه المساعده العاطفيه والنفسيه اللي احنا نوصلها لهي الناس هي اهم بكثير من انك تمسكي لهم شويه غذاء وتعطيهن اياه. وهذا الإشي كان واضح وجلي حتى من الجهات اللي رحنا عندهن والجمعيات اللي رحنا عندهن، حكوا لنا انه انتم اول جمعيه بتيجي وبتعبط الاطفال، رغم انها هاي الاطفال صار لها 3 أسابيع مش متحممه، 3 أسابيع مش عم بتفوت على الحمام بشكل صحيح. تخيلوا والله لما رجعنا قدرنا نعمه انه الانسان يكون في عنده بيت يقضي حاجته فيه. تخيلي طبيعه الانسان بقضاء الحاجه، كان عندي تصور انه الإشي ممكن يكون سيء بس مش لهي الدرجه ابدا. تخيلي عندي بس بالبيت عايشه حياه والله كريمة أكثر من الناس اللي عايشة بهاي المخيمات. كان عندي فضول أعرف هاي الناس وين بتقضي حاجتها، كيف أبسط أمورها الحياتية بتسويها. يعني بالنهاية هاي إشي بشري موجود معنا، فطرة موجود فيها الإنسان. فصراحة الإشي رجعنا بكتير تقدير جدا جميل جداً. يعني مؤثر وموجع ولكنه مهم جداً جداً. كل اللي ذكرتيه، شو اللحظة اللي بتنسيهاش بمسارك في التطوع خلال هاي السنة تقريبا؟ اللحظة برضو المخيم الزلزال، أنا كنت معهم في المخيم، كداش المأساة اللي عم بعيشها، يعني أبسط الاحتياجات هي مش موجودة عندهن، كنينة ماي اللي إحنا نقدر نفتح حنا فيه نشرب ماي، هن الماي ما مش موجودة عندهن، أو مثلا الماي اللي بغسلوا فيها هي بدها تغسيل عشان تصير ماي حرفيا، كتير كتير معاناة، يعني هذا بضل هيك محفور. مثل الطفل أحكام طفل ذاكرة، طفل اللي كان بده قنينة مي ومسك تماماً. إجينا آخر الإشي أجا بعد ما وزعنا طرود وقنان المي، ضللنا أجوا طفلين مسكوا أخو فرات بدهم مي إنه بدناش إشي، بدناش أكل، بدناش مصاري، بس حرفياً بدنا مي. فهي بتنتساه الشيء، يعني في مواقف بتضل محفورة. على سيرة المواقف، إيش في موقف صار معكم أو قصة صارت معكم بالجمعية ما بتنسوها فرات وأثرت فيكم كتير؟ أنا شخصاً بعداد أني إنساني وحيدة وفيش عندي خيات، واحدة بين ذكور، كنت دايماً أطمح أنه ياريت لو كان عندي أخت. وأنا أمي فترات صغيرة، أنا كان عمري 6 سنين لما توفت أمي، وكان شبه مستحيل أنه يكون عندي أخت بنت. فأي بنتين علاقتهن لطيفة بين بعض بحبهن وبقدرهن، وبتمنى لو عن جد كان في عندي أخت اللي هي تكون شريكتي بالحياة أقل ما فيها. فمرة زورنا دار أيتام وتعرفنا على بنت من البنات، ودائما كل ما أقعد مع هاي البنت، طبعا إحنا منزور الأيتام زيارات شهرية، كل شهر منروح عندهن نقعد معهن، نهتم بكل الجوانب العاطفية الاجتماعية وحتى المادية. وكانت دائما تحكي لي انه انا في لي اخت بدار ايتام غير وحابه لاعرفها واشوفها، وللاسف انا ولا مره رحت على دار الايتام هاي، وراح الموضوع عن بالي فرقيه سنه بين كل مره تحكي لي لتاني زور الدار الايتام هاي. توسعت الجمعيه وقررنا انه نزور كمان دور ايتام، وحرفيا رحنا على دار ايتام ثانيه بدون سابق انذار، قعدت واحدة من البنات حدي ومسكت ايدي، 7 سنين عمرها، طيب يعني بنت صغيرة شو بفهمها، اجت حكت لي انت بتعرفي انه انا في إلي اخت، حرفيا يعني بدون سابق انذار، يعني ما سألتها ما مهدنا للموضوع. تحسي انه مرات هيك المشاعر بتتلامس، فطلعت شو في بقلبها. رحت سألت المربيات انه مين اختها، اجوا حكوا لي اختها اسمها حلا.
أنا طبعاً على دراية بكل البنات، بعرفهن، بعرف شو بحبوا، شو ألوانهن المفضلة. الأربعين بنت بدار الأيتام بعرفهن من الألف إلى الياء، حتى مقاساتهن شو بدك عن جد اسأليني، لأنه بنبني علاقة جداً جداً قوية بيننا وبين الطفل، لأنه مسح على رأسه والعطف عليه أهم بكتير وبمراحل من أنك توفري له بلوزي وبنطلون وأغذية وطعام. شو صار مع حلا؟ حكيت لها أنا بوقتها حابة تشوفي أختك، حكت لي آه دغري على المربي، رنت على المربي الموجودة بدار الأيتام اللي موجودة فيها أختها، فتحت لها مكالمة فيديو ما صدقت هي. ببقى أفرجيكم معنا فيديوهات هالكد رائعة لإلهن الأختين، وصارت تنط. وإلها هاي البنت كمان أخو موجود معها، موجودين أخو كل ولد وبنت بدار أيتام، حلا موجود معها أخو بدار أيتام، وغنى موجود معها أخو بدار أيتام، فمبدئيا في ولدين وبنتين منفصلين. فماما وقفتش هون لما شفت أختين وبحاجة لبعض، والتنتين عم بيحكوا عن بعض، هاي قبل سنة عم تحكي لنا وهاي بعد بسنة عم تحكي لنا نفس القصة. روحت بكميات كبيرة من التأثر، نزلت على كل مواقع التواصل الاجتماعي، يا جماعة في عنا البنت كذا وكذا، طلعوا هاشتاج جمع الأختين. الحمد لله الله وفقنا، وبعد شهر وشوي، خلينا نحكي شهر ونص، اجتمعوا الأختين وهن حاليا بدار أيتام وحدة. عملنا لهن تمثال آخر مرة بالمؤتمر، وعرضنا التمثال بالمزاد، تمثال من الطين، حطينا إيديهن التنتين مع بعض وحطوه عرضناه بمزاد جمع الأخوات. جميل جدا، يقدر وجدا إنساني كل الخطاب والطرح اللي عم تحملوه بومن أحياها. يعطيكم العافية فرات ورؤوف، وشكرا لكم، كل التوفيق.